هلا والله، يلا حيا معكم ايبل كرافت من قناة جيمنج شلتر، وهذه الحلقة الرابعة من سلسلة مودد ماينكرافت للمبتدئين. بغيت ألخبط وأقول لك نايس جايز. اللهم صل على محمد. طبعا زي ما انتم شايفين بين الحلقات سويت لي قاعدة، ما هي أفضل قاعدة في العالم، لكن مو قاعدة بيت بالأصح، لكن يعني بشكل عشوائي، يعني حتى ما خططت لها، سويتها بشكل عشوائي. طبعا هنا مسوي زي الحديقة صغيرة كذا، راح أوريكم بعد شوية كيف تجيبوا هذه البلوكات. عندنا هنا الباب من البريتشود، ححط هذه الغرفة للتخزين أو للموارد بالأصح، صناديق وزي كذا. أنا راح أغير الصناديق هذه، راح أطورها. عندنا هنا أبغى أحط، اللهم صل على محمد، الآلات. أنا ما أدري الصراحة، يا هنا يا أحطها هنا يا أحطها هنا، واحدة من الاثنين. غالبا راح أحطها هنا لأن المساحة أكبر شوية. عندنا هنا كمان حاط هنا السرير، بحط هنا الأشياء اللي ما أستخدمها دائما، أو يعني ما لها استخدام دائم. أتوقع وصلت الفكرة. عندنا هذه الغرفة الأخيرة، صراحة إلى الآن ما فكرت يعني بالضبط إيش راح أحط فيها، فهذه هي الخطة. عندنا كمان هنا كنت أبغى أسوي حاجة زي لو يعني اللي يتفرج منكم أفلام كثير، في حاجة في البيوت الأجنبية كذا زي السرداب على قولتهم، كذا من برا في زي المدخل ينفتح بهذه الطريقة وينزل تحت للبدروم أو للسرداب بالعربي الفصيح يعني. فهنا بحط الأشياء اللي زي مثلا السملتري، زي ما شايفين حطيتها، باقي ما كملتها بس يعني حاط هنا السملتري. احتمال أحط هنا زي ما تقول الأفران والأشياء هذه اللي المفروض إنه هي في الحقيقة ما تنحط في البيت يعني. يعني احاول بقدر ما استطيع ان انا اخليه يعني بشكل واقعي يعني. طبعا هنا ما كملتها اللي هي السقف، هذا ما كملته لاني انا ابغى اوريكم حاجه تسويها بالحديد. وطبعا في اشياء باقي ما نقلتها راح نقولها معاكم، حب راح اوريكم كيف تسوي البلوكات هذه كلها. طبعا من ورا هنا ما باقي ما يعني ما خططت بالضبط ايش راح اسوي، لكن باذن الله راح يكون في اشياء يعني، ما راح اخلي المساحه هذه فاضيه. ما ادري، اتوقع اني يعني قعدت ادور على اماكن، شفت انه هذا انسب مكان، ابغى احط ورا هناك هذه الاشياء اللي تدور مع المويه، بالعربي اسمها ووتر ويل، ومدري بالانجليزي اسمها ووتر ويل. بالعربي ما اتوقع، ما اعرف ايش اسمها العلمي يعني، لو تترجمها بالحرفي يطلع لك عجله الماء، لكن هي فائدتها انه يتحول هذه الحركه يخليها تحولها الباور، في لها اسم يعني بالعلمي، لكن صراحة ما يحضرني حاليا. توربين أظن، لا توربين بالإنجليزي برضو. طيب قلنا أبغى أجي هنا أشيل باقي الأشياء. طبعا عندنا هنا هذه حاجات أبغى أشيلها، أبغى أشيل هنا الآلات. طبعا نزلت مايننج بين الحلقات، وزي ما انتم شايفين طبعا سويت هنا جنريتور ثاني، وهنا جنريتور برضه، صار عندنا اثنين جنريتور او جنريتورين بالاصح، وجمعت موارد وخليتها تتدبل زي ما انتم شايفين. ابغى اشيل هذا تشست، واشيل هذا التشست، واشيل باقي الالات. طبعا شلت الاسلاك وحطيت، بما اني حطيت جنريتورين خلاص ما احتاج ان انا احط اسلاك. في عندنا مساحة، والله بعد كفي المساحة، خلينا نروح هناك نحط هذه اول وبعدين. طبعا في حاجة يمكن ما قلتها في الحلقة اللي راحت، ما ادري صراحة قلتها او لا، لكن عندك في مود ماينكرافت ترى في خيارات كثير للباور، يعني مجرد انك تكتب جنريتور راح يطلع لك انواع جنريتور كثير، فلا تحصر نفسك على طريقة معينة. يعني هذه الطريقة اللي هي عن طريق الفحم او عن طريق اللافا زي ما هنشوف بعد شوية، ما هي افضل طرق، وما هي كل الطرق، في طرق كثير، كل يعني في مودات كثير تضيف لك مولدات كهرباء، حط هذا الشيء في بالك. طيب عندنا هذا الصندوق حق الموارد، نحط هذا هنا، تمام، نضغط الزر اللي في النص عشان يرتب لنا اياها. قلنا لما نحط الآلات هنا، دقيقة بعطس، فيني عطسة راحت. طيب قلنا ايش ابغى اسوي، ابغى احط هنا مولد، احط المولدين هنا، حلو، وابغى احط الآلات، احط الآلتين هذه هنا، ابغى احط واحدة كذا وواحدة كذا، حلو. طيب اوكي ثواني بس. طيب قلت بحط المولدين هنا، حلو، هذه اللي هي آلة السمثينج. طبعا هنا في حاجة ما قلتها، لو حطيت هنا فلينت راح يزيد كفاءة
استكمل. طيب حلو. حاليا ايش ابغى اسوي؟ ابغى اروح النذر. عندي هنا اوبسيديان، جمعت اوبسيديان انا حبيتين اظن، هنا حطيت، ايوه هنا شوفوا عندنا فلنت، سوي لنا فلنت اند ستيل. معلش انا اسف، قبل ما اسوي الفلنت اند ستيل في حاجه ما شرحتها، اللي هي هذه كنت ابغى اشرحها. راح نحتاج واحده ايرون، وراح نحتاج خشب، وراح نسوي هذا الشيء اللي هو البيلدر وود، هذا الشيء طبعا نحتاج الحين اللي هو السلابس. انا حطيتها هنا، وفي شيء حطيته برا في الصندوق اللي هنا، هذا الصندوق. طبعا زي ما انتم شايفين هذه فايدته ايش، انه اي بلوكات زي بعضها زي ما انتم شايفين، انا حاليا عندي ستون سلاب والسقف مصنوع من ستون سلاب، فلو اشتري ببلدر زي ما انت شايف تضغط رايت كليك راح يبدا يعبي لك اياه، راح تفيدك كثير في البناء. انا طبعا بالعنية ما كملت السقف لاني كنت ابغى اوريكم هذه الحركه. ما اتوقع راح يكفينا الموارد اللي عندنا، نحتاج نسوي زياده. نجي هنا نحولها. طبعا في نقطه بتكلم عنها، انه انا ترى لما اجي اسجل في الغالب اني انا اسجل اكثر من حلقه ورا بعض، فما راح بعض الاسئله ما اقدر اجاوبها في الفيديو المستقل، لاني انا عندي دوام في وسط الاسبوع، عندي دوام فما راح اقدر اني انا اسوي فيديوهات وسط الاسبوع، فهذا اتمنى تعذروني في هذا الشيء. هذا البلدر وند، طبعا في انواع من البلدر، من البلدر وند، واكتب هنا وند. في عندك انواع، في عندك الستون تسوي 5 بلوكات سوا، عندك هذه تسوي لك 9 بلوكات سوا، وعندك هذه اللي هي الدايموند 1500 ومدري كم كثير مرة كثير، وعندك هذه الأشياء اللي ما تنكسر طبعا اسمها امبريكابل، فما علينا من هذه حاليا. خلينا ناخذ اللي هو الاوبسيديان، وناخذ واحدة فلنت واحدة حديد. تمام، ابغى اسوي لي دروع عشان ما اتورط اذا رحت النذر. هنا 24 ابغى اسوي لي كذا جست بليت، في دروع افضل من كذا انا ادري، لكن مؤقتا ابغى اسوي لي هذا الدروع. وهذا اللي هو البوتس، نسوي شيفت رايت كليك، هذا الدروع طبعا ما تدروا قد ايش مت هذا الصندوق، 1 2 3 4 بداية الساعة، لسه دوبنا في الحلقة الرابعة ومت 4 مرات يمكن أكثر كمان، في أشياء رميتها من ال من ال ديث ديث نوت، فمت مت مرة كثير لأنه باقي ما تعودت على التحديث الجديد اللي هو 1.10، إنه لما تضرب في سرعة للضرب زي ما شايفين، يبغالي فترة لما يرجع السيف زي ما كان، فتورط مع السكيلتون، سكيلتون يفقع وجهي. بوابة النذر ماني عارف الصراحة فين أحطها، غالبا راح أحطها هنا تحت، أحطها هنا والله ماني داري، شكلي حأحطها هنا. طيب أوكي، نكسر كذا، نحط أسويها 3 في 3، 3 في 3 تطلع 12، أتوقع معقول يعني، يعني راح يتغير التصميم، احتمال كبير يتغير التصميم عشان اخلي الشكل احلى يعني، فمؤقتا نسويها 3 في 3، 3 و3 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 12 تكفي ان شاء الله. نسوي كذا ونكسر برضه هنا، عبي 1 2 3، 1 2 3، 1 2 3، نسوي لنا فلنت اند ستيل نولع. وهذه بوابة النذر، صراحة أنا خايف ما أدري ليش، إن شاء الله غير صبرنا في اللعبة، بس نقول بسم الله يا رب يا رب ما يصبرنا في اللعبة. أوكي We need to go deep. أوه كويس كويس. طبعا من الأشياء اللي راح نسويها نجمعها في النذر هذا البلوك اللي هو الكوبلت، فكويس انه هو جاب لنا هو في البداية. خليني ارفع البرايتنس، اتوقع انكم ما انتم شايفين، خليها 30%، ان شاء الله ما يعدمني الاف بي اس، بس او اني احط شموع عاد الله اعلم. طيب ايش راح نسوي؟ راح نجمع هذا الشيء، راح نحتاجه طبعا زي ما انت شايف ما راح اقدر اجمعه، خلينا نرجع عشان اوريكم هذه الحركة. راح تفيدنا ان شاء الله انه احنا نقدر نسوي. طبعا زي ما انتم شايفين حاليا انا اضفت كل الموديفاير، حاليا ما اقدر اضيف اي اضافه، لكن في نفس الوقت ابغى ارفع اللي هو
المايننج ليفل، زي في حال المايننج ليفل اوبسيديان، انا ابغاه كوبالت عشان اقدر اجمع الكوبالت اللي في النذر. راح احتاج اسوي حاجه اسمها شاربنينج كيت. هذه هي، ابغى اسوي لي واحده من الاوبسيديان. طبعا زي ما انت شايف يقول لك ايش، راح يحول المايننج ليفل لكوبالت، هذا الشيء اللي احنا نبغاه. بس ما ادري الصراحه كم حيحتاج اوبسيديان، راح يحتاج متى احتاج بلوك واحده. كويس، طيب ننزل سمنت. ما عندنا، نحتاج بلوك زياده، نحتاج هنا بلوك زياده. طيب خليني اطلع فوق. اتوقع عندي في الصناديق، اتوقع عندي، خليني اشوف هنا ما في. اتوقع لا هنا ما عندي الاثنين، فايش راح اسوي؟ طيب راح نحتاج كلي، راح نحتاج جرافل، بغيت اقول جرافل. راح نحتاج ساند، اما ما عندي ساند، غريبة. ناخذ واحدة ساند، راح نسوي لنا اثنين جراوت، ونحرقها في الفرن هنا. راح تحبط زي ما قلت، راح نحتاج اوبسيديان، وراح نحتاج برضو كلي زيادة، اثنين كلي. وراح نحتاج شاربنينج، راح نحتاج الادوات، الطاولات اللي هناك، خليني اجيبها وارجع. اوكي طيب، انا سويت اللي هو كملت الاسملتري وحطيت هنا اوبسيديان. خلي عبال ما يخلص بوريكم، نسيت ما اوريكم اللي هو كيف سويت البلوكات هذه. طبعا في مود اسمه تشيزل، نكتب @chisel. زي ما انت شايفين حيعطيك امكانيه لبلوكات مره كثير، تقدر تسوي بها، تقدر تزين بها يعني البيت، او تقدر تبني بها. فراح تحتاج حاجه اسمها تشيزل، ما ادري واحد، هذه هي شوفها هنا. طبعا الكرافتنج حقها جدا بسيط، يا تحط حديد يا تحط دايموند، على حسب الدورابيليتي اللي انت تحتاجها. فاول شيء عندنا البلوكات هذه اللي هنا سويناها بالكبلستون. لو تحط هنا كبلستون راح يطلع لك اختيارات مره كثير، فانا سويت هذا الشيء اللي هو البيلر زي ما انت شايف، هذا حيعطيك نفس البلوكه. وهذا البريكس سويتها من البريكس اللي هنا، ما اتوقع في عندي من هذه البريكس، تحولها لبريك وتحطها في الجزر، راح يطلع لك هذه. وهذه اخر شيء من الجرانايت اللي هو هذا، او الجرانيت اللي هو هذا، تحطها في الشيزل وراح يطلع لك يعني اختيارات مره كثير، تقدر تختار اللي انت اللي يعجبك يعني. وبرضه القزاز نفس الشيء، في اختيارات مره كثير، فمره مفيد للبناء يعني. فعندنا هنا نحط الكلي اخر شيء، ونسوي لنا اللي هو الشاربنينج كيت. نحط هذه هنا، ونحط هذه هنا. ليش ما هو جايب لي احتاج يمكن هذه، راح يجيب لي اللي هو الشاربنينج كيت هنا، احولها لي ستون، واحطها هنا، واصب عليها الكلي، استنى لما يبرد، وبعدها اصب عليها الاوبسيديان. اوكي لما يبرد بعدين الاوبسيديان. الاوبسيديان اظن يطول في ما يبرد بسرعه، والله يعني مهم مره بطيء. فهذا زي ما قلت راح يحول لنا اللي هو البيكاكس حقنا لمايننج ليفل كوبالت. طبعا زي ما شايف حاليا المايننج ليفل هنا اوبسيديان، لو احط الشاربنينج كيت، واحتاج برضه فلنت، يعني اجيب الفلنت. انا كان المفروض احط هناك، بحط هنا زي ما شايفين هناك في فتحه، بحط فيها سلم عشان اقدر انزل على طول لو كنت جوه البيت يعني، لكن نسيت. ننام يا سيدي ننام. احتاج رايكم في البيت، ان كان في تعديلات او في اضافات او اي شيء، اتمنى تكتبوا لي في الكومنت تحت، راح اتقبل كل الاراء ان شاء الله. يعني كان في راي كذا عجبني راح اضيفه على البيت ان شاء الله. طيب قلت راح نحتاج فلنت، احط الفلنت هنا، راح احول لي المايننج ليفل لكوبالت زي ما شايفين. ما احتاج اي اضافات زياده على يعني ما احتاج موديفاير على البيك اكس. طبعا هنا في عندنا برونز، البرونز انا حطيته، نسيت اظني حطيته هنا، اتوقع لا، ابغى اصلح البيكاكس حقي. البرونز فين حطيت البرونز؟
غريب، ما ادري وين حطيته الصراحة. خليني احط هذا هنا، تحت اظن حطيته تحت. خليني ارجع هذه مكانها وانزل تحت اخذ لي برونز عشان اصلح البيكاكس. طبعا راح اغير البيكاكس، ما راح اخليه من البرونز، لكن حاليا ابغى اصلحه عشان ايش، ولا ما يحتاج اصلحه، خليني اروح على النذر اساس اجمع كوبولت. طبعا راح تحتاج حاجتين، كوبولت ورادايت. طبعا النذر راح نحتاج اشياء كثيرة، راح نحتاج كوارتز، راح نحتاج كوبولت هذا، وراح نحتاج زي ما شايفين حاليا اقدر اكسره، وراح نحتاج نذر راك هذه، نحتاج كوارتز. حاليا انا ابغى ادور على اللي هو الارادايت، ارادايت وكوبولت. ما في اضافات كثير في النذر في 1.10، اتوقع لانه مود نتشر اظن ما هو موجود، او نتشر موجود لكن بابليو مو بابليو معلش، بايومز او بلنتي الله اعلم، في مود ناقص ما ادري شو. خلينا نمشي شوي. هذا ارادايت زي ما تشوفين شكله مو باين، هذا الارادايت راح نحتاجه، وراح نحتاج زي ما قلت كوبلت وارادايت، هي اكثر شيء راح تحتاجه فتجلس تدور عليها. طيب هذه هي البلوكين، فخليني اجمع منها كميه معقوله وارجع من جديد. طب علي طب علي طب علي، ارجع تعال تعال تعال، ان شاء الله ما اموت، ان شاء الله ما اموت. يا زفت موت زفت. كويس جاني قاستير. طبعا قاعد اجمع، ما لقيت صراحة رادايت كوبل كثير، لكن لقيت جلو ستون جدا ممتاز، راح اجمع بين الحلقتين الكوبلت والرادايت. طبعا زي ما قلت راح نحتاج برضو كوارتز، طبعا الجلو ستون راح نحتاجه، جمعت لي الكمية معقولة يعني. طبعا اتوقع في التحديثات الجديدة، انا ما ادري صراحة، انا زي ما قلت اخر ابديت لعبته في فانيلا ماينكرافت كان 1.8، فاتوقع في التحديثات الجديدة اضاف شايفني من فين ابن الذين. في التحديثات الجديدة اتوقع غيروا السبونينج حق البليز والويذر سكيلتون، ما ادري الويذر سكيلتون ما ادري، لكن البليز اتوقع انهم غيروه بحيث انه هو يرسم في اي مكان، فدوبه فجعني البليز الصراحة. عصب علي عصب علي عصب علي عصب علي، عصبوا علي عصبوا علي عصبوا علي عصبوا علي عصبوا علي عصبوا علي عصبوا علي، خليني اندس عشان ما اكل تبن. اوه ماي جاد، احا كيف قاعد يضربني يا زفت يا زفت. باقي نص قلب، باقي لي قلب. كويس اني حطيت نقطة عند البورتال عشان اقدر اروح له، البورتال حقتي هناك. طيب خليني نقتل هذولي. موت موت. والله مرة قوية. خلينا نفقع على البورتل، خلينا نفقع على ما يفضي لكم الحين، إن شاء الله ما يكون فيه هنا زومبي بيجمن. افقع 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 يا سيدي افقع 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 افقع. اوف اشوى، طلعوا هنا بلوكات لانهم ما يرجعوا من جديد. طيب انا ايش ابغى اسوي حاليا؟ ابغى اسوي لي حاجه اسمها مانيولين، مان مو امين مان كذا، ايوه مانيولين هذا الشيء. يقول لك راح يحتاج لوينج، راح يحتاج اثنين ارادا كابلت ارادايت، راح يسوي اثنين، راح تسوي لنا اثنين معقوله. خلينا نجرب، حط واحده يعني حطها كلها، ما احنا خسراني شيء، لاني انا ابغى اسوي اللي هو السورد بليت هذا، اسوي من المانيولين راح يعطينا، راح يعطينا شاربنس اكثر. نجي نشوف هنا في الكتاب، الكتاب حطيته فوق الكتاب، يعني المانيولين يعطينا دورابيلتي اعلى ويعطينا اظن سرعه اكثر افضل. شوف الكتاب انا حطيته هنا، حطيته ولا هنا برا يمكن، ما الصناديق يبغى لها ترتيب. اوكي هذا الكتاب، نشوف اللي هي الماتيريال المانيولين راح يعطينا دامج 8،
السيلفر كم كان بيعطينا؟ السيلفر كان بيعطينا السيلفر السيلفر كان بيعطينا اين السيلفر؟ 5. فهذا راح يزيد لنا الدامج بنسبة 3 وراح يزيد لنا برضو الدورابيليتي. فممتاز جدا، ممتاز. اخر حبة على قولتهم. طيب ابغى اسوي لي صندوق موب دروبس. خليني استغل الوقت واوريكم حاجة رهيبة جدا. عندك تشست عادي هنا الخشب. اوكي عندنا هنا تشست، اسوي لنا تشست واحطه للموب دروبس بس، هو الاشياء اللي تطيح من الزومبيز يعني والوحوش. احطه هنا مثلا واسوي لي حاجة اسمها، طبعا انت حر يعني، يا انك تسوي هذا الشيء اللي هو 8، يا انك تسوي ما يمديني، خليني بس يمكن احتاج اوك. نشوف هذا الاوك. انا اسف، بالعكس ممكن احتاج واحدة في النص حوالينا حديد. يا يعني انك تسوي هذه الطريقة راح يعطيك هذا. اذا انت مثلا عندك تشست فيه له اشياء خلاص وما تبغى تكسر التشست، تسوي هذه الطريقة راح يحول لك اياها الامن تشست. الامن تشست دبل التشست العادي، او انك تسويها بالطريقة اتوقع اني شرحتها قبل كذا الله اعلم، او انك تحط تشست في النص تحط حوالينا حديد. طبعا في عندك حديد وجولد ودايموند، كل واحدة اكبر من الثانية. اتوقع هذا خلينا ننام عشان الوحوش اللي يجونا احنا ناقصين. واو والله انا جوت بعجوبة، جوت بعجوبة. المشكلة اني انا قاعد اضرب ناسي انه في سرعة ضرب، مشكلة والله. طيب هنا هذا خلص زي ما شايفين، ما اعطانا 4 انجت كويس. السيف راح يحتاج لا ايش هذا؟ هذا ما يمديني يحتاج كلي. السيف يحتاج انجت واحدة اتوقع، يا انجت واحدة يا اثنين، فكويس انه هو اعطانا 4 معناته كل اثنين راح تعطيني 2. طيب احتاج كلي، هذا الكلي احتاج 2 واحتاج كابلستون، في كابلستون تحت كويس. اوكي نحط هذا الاثنين هنا، عندنا هنا كابلستون سورد بليت نحطها هنا، الكلي خليه يخلص. طبعا زي ما شايفين هذا الكلي، صب الكلي وبعدين صب المانيولين. اخلص يا عمي اخلص هذا المانيولين. في حاجة كنت بسوي، ايوه عندنا هنا نذر راك، طبعا نقدر نضيف شاربنس بس خلي هذا يخلص عشان اوريكم. اوكي خلص علينا يا عمي هذا المانيولين، خلينا نقارن. عندنا هنا اتاك 7، هنا صار الاتاك 10 زاد 3 جدا ممتاز. الدرابيليتي كانت 560 صارت 1250، موديفايرز باقي ما ضفنا اي شيء. السرعة تاك سبيد كان 1.6 زي ما هو ما تغير. طيب نشيله ونحط عليه شاربنس، هذا الشاربنس زي ما تشوفين اقدر اضيف 72. قبل الشاربنس كان 10.72 صار 11.22، فيعتبر جدا قوي زي ما تشوفين 11 القوة صارت 11، شيء كويس. طيب حاليا ايش ابغى اسوي؟ ابغى اغير مصدر الباور حقنا، لان الباور حقنا يستخدم الفحم حاليا. احنا ايش ابغى استخدمه؟ ابغى استخدم اللافا، لانه اللافا نقدر نروح بسهوله نروح النذر ونجيبها. فايش راح اسوي؟ راح احتاج حديد وراح احتاج اسوي حاجه اسمها تانك، اكتب هنا تانك. تانك عندك هذا التانك حلو. زي ما تشوفين راح احتاج ايرون بارز وقزاز بس، فراح نحتاج سنت. كويس إنه في هنا ساند قريب. صراحة ما شفت صحراء إلى الآن، لفلفت شوية في العالم ما لقيت صحراء، فللأسف يعني مع الأسف الشديد. فنحتاج 2 تانكين أو هي تانكين. فايش نسوي؟ نحطها في الفرن. الكول عندي هنا، الكول حوله لتايني كول، نحط الصمت خليه على مهله يخلص. طيب كيف هو طريقته لنا؟ ايرون بارز جلاس، فقلنا نحتاج 2، نحط 2 في كل واحدة، وراح نحتاج اتوقع كذا تكفي كويس. نحتاج 2 جلاس، هذا 2 جلاس حلو.
عادي اثنين فلويد تانك. ان شاء الله ما يكونوا معصبين علي بس الزومبيز. طيب نرجع للنذر، خلينا ننام بس ان شاء الله ما يكونوا معصبين عشان لا يجيبوا لنا داهية. واحد مثلا يعني اجمع من النذر يعني اجمع من المنجم، لكن المنجم الصراحة بعيد وباقي ما حفرت هنا للمنجم. يعني عندي باكت كويس، فالتانك فكرته انه هو يعبي لك ال، احنا نسميها بالعربي تانك اظن عندنا هنا في السعودية، فيعبي لك لافا، لافا او مويه او ايا كان. يوه يلا النشمة، يوه يا النشمة، يعني لازم نجلس نقاتل فيكم، يعني لازم نجلس نقاتل فيكم. طبعا نسوي سيف جديد، ها نسوي سيف جديد، ها اخراني السيف كفو، والله كفو. هاي ايش ذا موت، اح 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 اح. ان شاء الله الزومبي بس زي ما قلت ما يكونوا معصبين علي عشان لا اروح في داهيه. فانا ما ادري الصراحه فين اللافا، هنا نشوف الخريطة. يا ليل انا ايش المكان اللي سويت فيه البوابه حقتي هذه، لافا في هنا لافا معقوله؟ هذه اللافا اللي جاي من فوق، ما ادري فين اللافا. نمشي شويه ونشوف، هي غالبا تكون تحت. خلينا نمشي. انت معصب؟ كويس ما انت معصب، نكبة القاست والله، القاست نكبة. طيب ايش ذا؟ هذي نار، نار عادية ايش بيها. طيب يا هو نبغى لافا، نبغى لافا، فين اللافا؟ أو كوبلت كويس. جمعنا الكوبلت ورا دايت. اح 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 اوه النذر صار يخوف. النذر صار يخوف. يالي 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 يالي. اقول بطلت ما ابغى النذر، بطلت. انا اسف والله، اسف. ارادايت هنا، في ارادايت على اساس انهم كذا ما هم شايفيني. اخ يا زفت. افقع ارادايت، فين ارادايت؟ راح رضيت، انحرق ولا ايش؟ ياهو انحرق شكله يا عمي. اسحب على الاردايت، اسحب على اهله. خلينا نرجع البيت، المنطقة نكسر المنطقة يا عمي. اوه اردايت كويس. اوه ماي جاد، كوبلت. اوه كويس كويس كويس، هذه الطريقة تنفع عجل، الطريقة هذه تنفع. ان شاء الله ما تنكسر المطرقة قبل ما نوصل. هذه ايش؟ بصلت. ايش البصلت هذا؟ يا رب يا رب نوصل. اوه النذر، اخ النذر بس، الله يفجع. انتو ايش سويتوا فيه؟ انتو ايش سويتوا في النذر؟ ايش سويتوا في النذر يا ماينكرافت؟ يا موجانج، يا مو يا ماينكرافت، يا موجانج. او نذر دراكونيك اور، هذا اتوقع تفيدنا بعدين نجيبها، اللي هي تبع مود دراكونيك ايفولوشن. البوابة حقتي هناك، كيف اوصل لها؟
نجمع كوارتز بما انه احنا هنا مرة واحدة. والله ما توقعت انه يقلب لهذه. اوه اندرمين كمان يرسب انساره هنا. نهاية طالع نهاية طالع. خاف انه يطلع نوع معين من الاندرمين واكتبين. هذا اندرمين عادي كويس. اح 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 والله قوي. اح والله قوي. اح زفت. راح يا شيخ تعال يا رمة. تعال يا رمة. في النهاية ما اعطاني اندربيل. يا حول ولا قوة الا بالله. اوه شيت اوه شيت. افقع 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 افقع. قاعد يحرق. موت موت موت. لا اموت انا دحين. اح 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 اح. انا اسف والله اسف والله اسف والله ما عاد هايط. اخ ايش النذر هذا. ول 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 يا نذر ول يا نذر. بوابتي فين؟ انا بروح البوابة والله ما ابغى اذي. خلاص تبت تبت. انا اسف. ايش خسري. اخ موت يا زفت. ولكن لكن احسه صار يخلص. انا ما قاعد العب على هارد كور يا جماعه. انا قاعد العب على على نورمال. نرجع كيف نرجع الحين بالله بالله كيف نرجع. هذول قاعدين اللي هنا. اللي يعرف ايش اللي بالضبط صاير في الـ في الـ في النذر ولا في الـ في الهجوم والدفاع يقول لي اني طفشت. هذولا زفت. موت 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 يا شيخ. يس يس يا حبيبي. السيف حقي ما جاء الفاضي. كويس اني طورت السيف قبل ما اروح هاي طالع. ان شاء الله كمان ما يطلع شيء ثاني يا رب. لا حول ولا قوه الا بالله. شيخ يا شيخ يا عمي. انا هنا شكله في مكان رسم الكاست. خلوني في حالي. ارحم امك انت وياه. اوف اوف ايش هذا. اوف ايش هذا. انا اصلا نسيت ليش رحت. اصلا رحت عشان اللافا. طب خليني ادور لي هنا في المنجم تحت لافا بلا هياط. طيب انا لقيت هنا لافا. نزلت المنجم القديم حقي. ما سويت لي منجم جديد. رجعت المنطقه القديمه حقتي و... اوف كويس. ريزنت ار هذه ممتازه. طيب ايش حنسوي. احط التنكين حقتي هنا واعبيها لافا. هذا الباكت حقي. نجلس نعبي ونعبي ونعبي. ان شاء الله ما اطيح بالغلط. بس طبعا التانك هذا يشيل 16 باكت. معلومية يعني يشيل 16 باكت. 11 12 13 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 واخر واحد 16. نشيله زي ما تشايفين مكتوب عليه انه في له لافا حرارته 13000. هذا انا رجعت البيت. خليني انام لانه المكان مليان زومبي. زي ما تشايفين في الخريطة مليان زومبي. قعدت اجري اساس افقع يعني. طيب حاليا ايش راح اسوي. راح احط الاثنين فلويد تانك. طبعا خليني اوريكم بس حاجة. لو تاخذ باكيت وتحطه في الجنريتور هنا بدل اللافا. هذا فيه الباور مليان. حتى هذا فيه الباور مليان. عموما انه ايش راح يسوي. راح يعبي لك راح يعبي لك باور. طيب خلينا نسوي بطاريه. حاجه اسمها كاباسيتر ونكتب هنا كاباسيتر. كاباسيتر هذا الكاباسيتر. في عندنا بيسك. في انواع كثير. في بيسك هذا راح يشيل مليون RF. هذا راح يشيل 5 مليون RF. فخلينا نسوي العادي حاليا عشان اسمع. عندنا موارد كثير. نحتاج جولد وحديد. جولد وريدستون. نحول هذه النجتس.
اشبع ما يحطه في الجزء ذا مريض. سوي لنا بيسك استر 1 2 3 4 بس تكفي. هو ما يسحب من الشست كويس. 1 2 3 4 راح نحتاج كمان راح بيسك نحتاج بلوك ريدستون. طيب شيل هذه حول بلوك ريدستون شيل هذه حطها هنا. 1 2 3 4 1 2 3 4 طبعا هذا فائدته انه هو ايش يسوي يخزن لك الباور. فايش اسوي دحين؟ ابغى اشيل هذا احط هذا في النص احط هذا هنا. فحاليا المفروض انه كل الباور اللي هنا حيبدا يتخزن على اللي هنا واللي هنا كلها راح تتخزن في النص هنا وراح يخزن مليون عرف. طبعا حاليا ايش بوريكم لو نحط هنا باكيت لافا زي ما تشوف شفط اللافا وبدا يسوي لي عرف. طبعا راح يستخدم راح يسوي لي 20 عرف يعني على عكس هذا اظن هذا يولد لا والله حتى هذا 20 فكويس راح يولد لنا 20. فانا الحيله اللي راح اسويها حاليا ايش هي؟ راح اخذ التانكين هذه راح احط واحد هنا واحد هنا حلو واخليه ايش يسوي؟ تخليه بول امبوش يعني يسحب يسحب ويرجع وهنا برضه في نفس الوقت خليه يسحب ويرجع. طب خليني اخذ هذا بس اوريكم ايش فكرته. لو تحط هنا باكيت تحطه هنا زي ما انت شايف حيبدا يعبي لافا. فلما اخليه بوش امبول راح يسحب الباكيت القديم اللي هنا اللي هو الفاضي اللي انشفطت اللافا منه ويبدله ويعبيه ويرجعه من جديد. ايش بخليه زي هذاك بول امبوش وهذا نفس الشيء خليه بول امبوش يعني يسحب ويرجع وهذا برضه نفس الشيء خليه بول امبوش وتحط باكيتين يعني في المجموع راح نحتاج 4 باكيتات. حاليا انا عندي 1 فراح نحتاج 3 زياده حلو. زي ما قلت راح نحط هنا باكيت حلو نحط هنا باكيت فاضي زي ما تشاف اتعبى اول ما يبدا يستخدم هذا الباكيت. طبعا زي ما تشاف حيقعد 6 دقائق 8 دقائق يقعد بس هو لانه استخدم خلاص فراح يريحنا مره كثير بدل ما نستخدم اللافا. زي ما تشايف عبالك هو هنا نحط الثاني هنا. فحاليا عندنا باور عن طريق اللافا. طبعا راح اسوي بين مو بين الحلقتين في الحلقات الجايه راح اسوي لي مضخه تشفط اللافا وزي كذا. فحاليا زي ما تشايف في بار هنا هذا راح يبدا يعبيه وفي نفس الوقت الكباستور هذا راح يشحن الايتمات اللي ممكن تنشحن. في ايتمات في مودل ماينكرافت تنشحن تقدر تشحنها عن طريق الكباستور هنا. تقدر تحط اكثر من كباستور فوق بعض خليني عشان اوضح لكم بس ما يكون يعني استغليت الوضع. يعني لو نسوي لنا كابستر ثاني هذا البيسك نسوي لنا واحد ثاني 1 2 3 4 راح نحتاج بلوك ريدستون. طبعا زي ما قلت في كابستر ثاني يعني ممكن تسويها يعني هذا ضعيف جدا الكابستر لكن كبداية جدا ممتاز حلو. نحط البيسك كابستر هنا راح يكبر راح يصير دبل حاليا اقدر اشيل 2 مليون عرف. فطبعا تقدر تحدد قديش يخش له وقديش يخرج منه كله براحتك عشان يرجع لك يعني. فاتوقع راح انهي الحلقه هنا. ما ادري هل طولت ما طولت الله اعلم. انتوا اكتبوا لي تحت في التعليقات. اذا عجبتكم الحلقه لا تنسونا من اللايك لا تنسونا من الشير والسبسكرايب ونشوفكم الحلقه الجايه. السلام. I was denied so hard. هذه ايش هذه؟ طقيه قصي انا ما ادري انا ايش قاعد اسوي ايوه ايوه ايوه